حضرتك قلت بتبقى موضوع الخشونة أو تغيير بقى المفصل ده، دي آخر مرحلة. فممكن نتكلم عن المراحل وبشكل تفصيلي أكتر، يعني نعرف في أول مرحلة ممكن الشخص يحس ساعات كده في أمراض بتبقى صامتة، يا ترى الخشونة من الأمراض الصامتة ولا لأ؟ أعراضها واضحة. في الواقع الخشونة أعراضها واضحة في فئات أكثر تعرضا للإصابة، زي الناس اللي عندهم سمنة مفرطة، الناس اللي شو طبيعة عملها أو طبيعة حياتها فيها وقوف واقفين كتير، واقفين كتير، الناس اللي حصل لهم كسر حوالين مفصل الركبة في وقت سابق، الناس اللي حصل لهم إصابة رياضية في الغضروف الهلالي أو في الرباط الصليبي، ومرضى الروماتيزم والروماتويد، ودول طبعا معرضين للإصابة بالخشونة. بالخشونة أكتر. الأعراض الأولى إن بتبقى فيه آلام مع طلوع ونزول السلم، يعني العين يجي يقول إن أنا لا كنت بطلع زمان 3 أو 4 أدوار بدون أي مشاكل، دلوقتي ابتديت عند الدور التاني أحس بخشونة، أحس بألم وأحس بطلقعة في صوت الرجل، ومع الوقت ومع التطور ابتديت ما أقدرش أكمل السلم ولازم اقف شويه في مكاني على ما اقدر اطلع، وممكن احتاج ان انا اتني وافرد ركبتي 2 3 مرات على ما الالم يخف واقدر اكمل السلم، ودي بتبقى المراحل المبكره. بعد كده الالام بتيجي مع الوقفه لفترات طويله في المراحل الاكثر تقدما، او ان انا اعمل مجهود، او لو وزني زاد كيلو او 2 كيلو حاجة بسيطة نتيجة اكلة تقيلة او نتيجة كسل في بعض الايام، ابتدي احس بالالم ده، وبعدين الالم يبتدي يقل لما الوزن الواحد ينزل الوزن بالكمية البسيطة اللي حصلت دي. بعد كده بتبقى الالام موجودة مع الوقت كله طول الوقت حتى في فترات النوم، بعد كده بيبقى في صعوبة شديدة جدا في تني وفرد الركبة. المراحل المتأخرة تماما يمكن المريض بيبقى فاقد القدرة على الحركة نتيجة الآلام الشديدة، ويبتدي يحتاج حاجة تساعده في المشي، زي انه يبتدي يمشي على عكازات او يمشي على مشاية، او يبقى محتاج يسند دايما على الحيطة وهو داخل وهو خارج. عدم القدرة على التحكم في أعصاب رجليه، يعني ممكن نسمع كتير قوي إن حد داخل الحمام فاتزحلق عشان نقطة مية بسيطة لأن الركبة نفسها ضعيفة ومش مستحملة، مش مستحملة إن هو يسند عليها أو يضغط عليها بالظبط. والركبة بتبقى في المراحل المتأخرة متنية شوية مش مفرودة، وبالتالي هو مش قادر يتحكم فيها كويس ومش قادر يفردها فيصلب طوله وهو يبقى واقف ماسك نفسه. الكلام ده كله في المراحل الأخيرة، واللي عادة بيبقى ملهاش أي طريقة علاج غير الجراحات. طب دكتور، هي مكان الخشونة أو أماكن الخشونة بتبقى في أماكن معينة والشخص بيحس بيها في الركبة بس ولا لأ ممكن تسمع في أماكن تانية؟ وبالذات إن في سيدات كتير جدا تيجي تقول لك انا اللي مش وجعني الركبه، انا اللي وجعني في ظهر الركبه، يا ترى ارتباط المكان يا ترى بيوضح التشخيص ولا لا؟ هو عادة الألم بيبتدي من الجزء الداخلي في مفصل الركبة، من الجنب، من الجنب، من الجوانب، من الجنب ومن الخلف. وده المكان اللي موجود فيه الغضروف الهلالي، وأول جزء بيحصل فيه إصابة أو ألام في الغضروف الهلالي هو الجزء الداخلي الخلفي. والألم بيحصل نتيجة الاحتكاك، وبيبتدي يسمع صوت الطرقعة، الطقطقة دي، ده أكتر مكان وأشهر مكان. بعد كده الألم بيجي في مقدمة الركبة عند عظمة الصابونة، في ظهر عظمة الصابونة مع التاني والفرد، وده نوع من أنواع الخشونة المشهورة جدا اللي هي خشونة ما بين الصابونة وعظمة الفخذ نتيجة الاحتكاكات، وبتسبب آلام شديدة وبتسبب عدم قدرة على الحركة. وفي المراحل النهائية بتبقى الركبة بتوجع من كل مكان، وبعدين بعد كده زي ما حضرتك تفضلتي ان بتبقى الركبة متنية وما بيقدرش يفردها، يفردها بشكل مستقيم للآخر. طب دكتور، في
كنا بنتكلم على السيدات بالاكتر، يعني احنا السيدات ساعات مثلا كان زمان يقعدوا على الارض ويتنوا ركبتهم والكلام ده، يا ترى تنميه الركبه ليها تاثير؟ او في كان زمان مثلا عشان خاطر تجيب حاجه من على الارض او تلعب اولادها او تعمل اي حاجه فبيبقى الحمل كله على الركبه، يا ترى القعده دي غلط؟ يا ترى القعده دي بتضر فعلا بمفصل الركبه وتاثر فيما بعد ولا لا؟ هي القعدة بالنسبة للمريض السليم مش هتأثر في حاجة، إنما بالنسبة للمريض اللي عنده بداية خشونة بيبقى ممنوع عليه إنه يربع أو ممنوع ممنوع عليه إنه يربع أو يقرفص، إن إحنا نقفل المفصل وتبقى قاعد عليه وضاغط عليه هو والقصبة نفسها بتاعتها ونضغط عليه. طبعا من أكتر الحاجات اللي بتزود الخشونة وبتساعد على كده اللي هو نزول وطلوع السلم والوقوف لفترة طويلة. دي اكتر الحاجات اللي ننبه عليها حتى لو في المراحل الاولى يا دكتور، يعني اكيد بنبقى بنقول لها الكلام ده. وبرضه عايز ارجع لنقطه التشخيص شويه يا دكتور، يا ترى التشخيص لما تيجي تقول لك بس الالام وحضرتك بتبص وتمسك الركبه تبقى عارف فيها ايه ولا لا لازم بقى في تشخيص حاجات معينه واشعاعات معينه؟ بنعمل اشعاعات طبعا، بنشوف المفصل وزوايا الانحراف بتاعه، بنشوف طبيعه العظم، بنشوف طبيعه الاعوجاجات اللي موجوده داخل مفصل الركبة، بنشوف علاقة عظمة الصابونة بباقي مفصل الركبة، هل المسافة اللي ما بين عظمة الصابونة والمفصل مسافة ضيقة، هل المسافة اللي ما بين بقية عظام الركبة ضيقة ولا واسعة، هل في احتكاكات؟ كل ده بيبان في الأشعة، بيبان في الأشعة العادية، وبعدين بعد كده نلجأ لأشعة الرنين المغناطيسي لو احنا شاكين في حاجة أو عاوزين نشوف الغضاريف الهلالية أو الرباط الصليبي. بس هي الحل الامثل الاشعه البدايه كبدايه. طب بقى دخلنا في المراحل الاخيره واللي هو بقى خلاص السيده دي لازم تلجا لتغيير مفصل، ساعتها بيبقى في شروط معينه، بيبقى في اشعاعات معينه، بيبقى قبلها دخول بالمنظار عشان نشوف السائل ونشوف الحاجات اللي جوه، ولا بيبقى بالظبط المراحل بتتم ازاي؟ السيده او الراجل حضرتك السيده او الراجل عشان احنا بنقول دلوقتي مش مقياس بالظبط دلوقتي الاثنين بقوا للاسف بيعانوا. التشخيص طبعا ان اول حاجه التاريخ المرضي للمريض، هو عنده ايه، بيشتكي من ايه، وهل عنده امراض تانية، بنشوف طبيعه وزن المريض، بنشوف التاريخ الرياضي، هل المريض ده بيمارس رياضه ولا مريض ما بيتحركش. تفرق يا دكتور؟ تفرق طبعا، ان المرضى اللي بيمارسوا رياضه بتبقى العضلات عندهم اقوى وبتبقى الدنيا افضل بكتير ومعدل اصابتهم اقل من الناس العاديه. بنعرف برضه هل الخشونه مرتبطه بتاريخ مرضي في نفس الاسره ولا ده اول مره، او المريض ده اول مريض في العيله يشتكي من خشونه. بنبتدي نسمع شكوته كويس قوي ونحللها، نوع الوجع ازاي، بيبتدي امتى، بيزيد بالليل، بيزيد بالنهار، مرتبط بالوقوف، مرتبط بممارسه عادات معينه، مرتبط بالرياضه، بتاني الركبه، مرتبط بالصلاه، ان هو لما بينزل يصلي على الارض في الركوع، كل هذه الامور بنقدر نحددها.